لاعب في الدوري الألماني يعود للحياة بعد 4 أعوام من تسجيل وفاته. نعم الخبر صحيح، حيث فجرت يوم أمس صحيفة بليت الألمانية مفاجأة من العيار الثقيل. الصحيفة نشرت خبراً مفاده أن لاعب فريق شالكا للشباب الكونغولي ياني كامبا، والذي ودع الحياة قبل 4 أعوام، لا يزال حياً يرزق. ياني كامبا البالغ من العمر 33 عاماً الآن، عثر عليه في إقليم حوض الرور في ألمانيا يمارس حياته العادية، حيث يعمل كيميائياً في إحدى مصانع الإمدادات بالطاقة. وكان كامبا قد تم إعلان وفاته في 9 يناير 2016 إثر حادث سيارة في مسقط رأسه بالكونغو، مما خلق حالة من الحزن في الأوساط الرياضية في ألمانيا والعالم. ولكن ما لم يتوقعه هؤلاء أن يعود الرجل للحياة فجأة بعد أكثر من 4 سنوات. سنحاول اليوم الغوص أكثر في تفاصيل قصة ياني كامبا. كامبا وصل إلى ألمانيا رفقة والديه في عام 1986 هرباً من الحرب الأهلية في الكونغو حينها، ليبدأ شغفه بلعب الكرة في أكاديمية شالكا من نهاية التسعينات وحتى عام 2004. سنة 2005 رحل والدي كامبا إلى بلده الكونغو لاعتبارات تتعلق بقوانين الجنسية في ألمانيا، ليبقى هو ويظهر مستوى مميزاً في مركز الظهير الأيمن صحبة الحارس الأخطبوط وحامي عرين بايرن ميونخ والمنتخب الألماني مانويل نوير حينها، قبل أن يغادر الأخير إلى العملاق البافاري. كامبا هو أيضاً غادر نادي شالكا في رحلات احترافية متعددة مع الأندية الألمانية في الدرجات الدنيا، مثل نادي FCP هيلز الألماني، والذي استمر معه طويلاً حتى موعد وفاته المزعومة. بعمر 29 عاماً وخلال مسيرته مع نادي هيلز الذي تألق في دفاعاته، سافر كامبا إلى مسقط رأسه الكونغو قبل أن تنقل الأنباء خبر وفاته إثر تعرضه لحادث سيارة هناك في 9 يناير 2016. ونعى النادي والمهتمون بالرياضة في ألمانيا اللاعب الكونغولي قبل أن تبدأ زوجته المقيمة في ألمانيا مرحلة التحضير لمجابهة الحياة لإعالة ابنها الصغير. ولكن وبشكل مفاجئ كامبا ظهر في مرة أولى سنة 2018 في سفارة ألمانيا في كينشاسا عاصمة الكونغو، مؤكداً لهم أن قصة وفاته تم اختلاقها، مدعياً بأنه كان في رحلة رفقة أصدقائه في أدغال الكونغو قبل أن يتركه أصدقائه في تلك الغابة بعدما أخذوا جميع مقتنياته الشخصية من بطاقة تعريف شخصية وهاتف ومحفظة. ولكن سرعان ما وقع تكذيبه، خاصة بعد أن أكدت زوجته بأنه رحل فعلاً عن الحياة، وأبرزت شهادة وفاة رسمية من السلطات الكونغولية إلى جانب خطاب تصريح دفن هو عزاء. مستندات الزوجة أغلقت فعلياً صفحة كامبا، وحصلت في المقابل على مبلغ التأمين على والدهم والذي يبلغ 1 مليون يورو. نعم، ولكن تشاء الأقدار وبعد مرور 2 عامين على جدل وفاة كامبا ومن بقائه حياً، أن يعثر على اللاعب حياً، ولكن هذه المرة في ألمانيا وفي مدينة جيلسن كيرشان تحديداً، وهو يمارس حياته العادية ويعمل كفني كيميائي في مصنع إمدادات طاقة في إقليم الرور الصناعي الشهير. السلطات الألمانية فتحت تحقيقاً في الحادثة قبل أن توجه تهمة الاحتيال لزوجته بادعاء وفاة زوجها للحصول على مبلغ التأمين على حياته، مشيرة إلى أن كامبا نفسه سيكون شاهداً في التحقيقات. برأيكم هل كان كامبا شريكاً لزوجته في عملية الاحتيال أم كان ضحية؟ كانت هذه نهاية فقرتنا الرياضية، نلقاكم في موعد جديد في أمان الله.